بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع موضوع مهم جدا في هذه الوحدة، وهو التغيرات الفيزيائية والكيميائية. أولا التغيرات الفيزيائية، في تغيرات كتيرة بتحصل في المادة، زي تحولها من حالة إلى أخرى، زي تحولها من حالة إلى أخرى، وهو ده المقصود بالتغيرات الفيزيائية. من أمثلة هذه التغيرات زي دورة الثلج اللي احنا هنتعرف عليها حالا، وانصهار الشمع، وطحن السكر، وذوبان ملح الطعام في الماء. نبدأ بدورة الثلج. تعالوا نشوف التجربة دي كده ونجريها مع بعض. لو احنا جبنا كأس زجاجي وحطينا فيه بعض مكعبات الثلج، ثم حطينا الكأس اللي فيه المكعبات الثلج دي على اللهب وسبناه لفترة على النار يعني، وبعد كده جبنا سطح زجاجي بارد في مواجهة البخار اللي طالع من مين؟ من الكأس اللي احنا كنا حطيناه على النار، وبعد كده جمعنا فوقه القطرات بتاعة المية، وبعد كده هنحط هذا الإناء في الفريزر. هنلاحظ إن حصل عندنا دورة كاملة للتلج. تعال نوصفها الآن، إيه اللي حصل بالظبط؟ التلج تحول إلى مية بارتفاع درجة الحرارة، فحصل له، برافو عليك، انصهار زي ما احنا فاكرين من المرة اللي فاتت. ثم تحول الماء إلى بخار عن طريق عملية التبخر، ثم تكثف البخار على السطح البارد إلى ماء عن طريق عملية التكثف، ثم يتجمد الماء الناتج في الفريزر ليعود إلى تلج مرة تانية. بدأ بتلج وانتهى بتلج. تعال كده نحاول نوصفها بالرسم مع بعض كده زي ما بنعمل في كل تجربة. تعال نشوف دورة الثلج دي هتبقى كده بطريقة سهلة ومبسطة. هتبقى ازاي؟ بنقول ادي كأس زجاجي اهو، وحطينا فيه شوية مكعبات ثلج، تمام؟ ادي بعض من مكعبات الثلج، يبقى دي كده ايه؟ مكعبات ثلج، وده كده كأس. وجبنا الكأس ده وحطيناه على حاجة كده بتطلع لهب، تمام؟ بس طبعا الكأس يكون ايه؟ قابل ان هو ما يتكسرش، تمام؟ ده كده لهب. هنلاحظ بعد فترة ان التلج ده، يبقى دي كده المرحلة الاولى، هنلاحظ بعد فترة ان التلج ده ايه اللي هيحصل له؟ برافو عليك، التلج ده هيتحول الى مية، تحول الى ماء. العملية دي اسمها عملية ايه؟ عملية انصهار، عملية انصهار، تمام؟ تمام. طيب جبنا بقى البتاع ده ولسه برضو اللهب تحته، لسه اللهب موجود تحته، فايه اللي هيحصل؟ برافو عليك، المية دي هتحصل لها ايه؟ تبخر. هيحصل لها ايه؟ تبخر. كل ما زادت درجة الحرارة عن طريق اللهب اللي انا حطه ده بعد ما تحول من تلج الى مية عن طريق عملية الانصهار، هيتحول الى بخار ماء كده، طبعا احنا مش هنشوفه كويس، هيبقى ده اسمه عملية تبخر. هيحصل بعد كده، ودي المرحلة رقم 2. بعد كده هنعمل حاجة مهمة تانية، هنروح بقى جايبين نفس الكأس ده، تمام، اللي هو فيه المية واللي طالع منه بخار، وهنجيب ساق زجاجي كده، او هنجيب حتة زجاجة، تمام، وتكون ايه؟ وتكون باردة عشان يطلع عليها البخار ده، فهيحصل له عملية ايه؟ فكر انت كده، هيحصل له، الله ينور عليك، عملية تكثف، هيحصل له عملية تكثف. يبقى اذا دي الحاجة التالتة اللي تمت، وهي ان بخار المية تجمع هنا كده على هيئة قطرات عن طريق عملية التكثف. هروح بقى واخد ده المية، قطرات المية اللي طلعت دي، وراح حاططها في كأس تاني، ده كأس كده آخر، فهتنزل لي بقى هنا قطرات المية أهي. هروح بقى واخد قطرات المية للمرحلة الرابعة وهحطها في الفريزر، بس ده أهو جوه هنا كده، وهحطها في الفريزر. هبص ألاقي عملت لي إيه بعد ما طلعها من الفريزر؟ هبص ألاقيها طلعت لي على هيئة مين؟ مكعبات تلج مرة تانية، وهو ده الشكل بتاعنا الأولاني. يبقى إذا دورة التلج مرت بكل المراحل دي، كانت مكعبات تلج حطينا تحتها لهب، اتحولت لمية عن طريق عملية الانصهار، المية فضلت تحتها النار فتبخرت عن طريق عملية التبخر، بعد كده خدت البخار ده وحطيته على سطح زجاجي بارد فتحول لي إلى بخار ماء عن طريق فتحول لي إلى بخار الماء تحول إلى قطرات مية عن طريق عملية التكثف، بعد كده خدت المية المتكثفة دي وحطيتها في إناء تاني أو في كأس تاني وحطيتها في الفريزر،
فتجمدت ورجعت لمكعبات الثلج تاني، وكانت دي هي دورة التلج. بعد كده حاجة اسمها انصهار الشمع، حاجة اسمها انصهار الشمع. تعالوا نشوف التجربة دي. هنجيب شمعة ونحطها على زجاجة صغيرة ونشعلها. هتلاحظ مع مرور الوقت ان جزء من الشمعة طبعا بالفعل بدأ ان هو ينصهر، والاجزاء بتاع الشمعة بدأت تحس ان هي بدأت تصغر كده مع استمرار اشتعال الشمع، وهيتساقط على قطعة الزجاج، وبعد فترة هتبص تلاقيه تجمد. طحن السكر، هنجيب قالب سكر عادي جدا ونحطه في وعاء ونطحنه. هنلاحظ ان لونه وطعمه لسه محتفظ بخواصه، رغم ان هو اتحول من الحالة كان عبارة عن قالب كده قطعة واحدة، نحول الى ايه؟ الى سكر حبيبات ناعمة. ذوبان ملح الطعام في الماء، هنجيب كأس صغير فيه مية ونحط فيه القليل من الملح، شوية ملح كده، ونقلب جيدا. هتلاقي الملح بيزف في المية. هنحط محتويات الكأس ده على اللهب، هنلاقي المية تبخرت وهيفضل الملح تحت في أسفل الكأس ده، ولكن هنلاقيه زي ما هو برضه محتفظا بخواصه. إذا من كل اللي احنا قلنا ده، إيه هو بقى التغير الفيزيائي؟ تعالى بقى نعرف مع بعض بناء على اللي احنا فهمناه من الأربع تجارب اللي عدوا. هيتضح ان التغير اللي حدث هو تغير في الشكل بس، من حالة الى حالة، او يسمى ايه؟ تغير ظاهري. تغير ايه؟ ظاهري، ولكن خواص المادة تفضل زي ما هي. اذا التغير الفيزيائي هو تغير في شكل المادة الظاهري وليس في تركيبها. طيب تعال نشوف بقى نوع تاني من التغير، وهو التغير الكيميائي. هناك تغير من نوع اخر ينتج عنه تغير في تركيب المادة. تغير في مين؟ في تركيب المادة. الأولاني كان تغير من حالة إلى أخرى أو تغير في الشكل الظاهري، ولكن خواص المادة بتفضل زي ما هي وتركيب المادة بيفضل زي ما هو. لكن هنا في التغير الكيميائي تغير في تركيب المادة نفسه. زي مين؟ زي احتراق السكر واشتعال الورق أو إشعال الورق والصدأ. إذن التغير الكيميائي هو تغير في تركيب المادة ينتج عنه إيه؟ مادة جديدة أو مواد جديدة ذات خواص إيه؟ مختلفة. ولكن في التغير الفيزيائي الخواص بتفضل زي ما هي. تعالوا نشوف تجربة احتراق السكر. هنحط شوية سكر في بوتقة ونحطها كده على لهب أو على النار، هنلاقي السكر تحول إلى اللون الإيه؟ البني، وفقد الطعم الحلو بتاعه، ومش هقدر أرجعه للحالة بتاعة طعمه الحلو الأبيض مرة تانية. إذا السكر حدث له تغير مين؟ تغير كيميائي. ليه؟ لأنه خصائصه تغيرت وتركيبه تغير. إشعال الورق، لو جبنا طرف ورقة كده وقربناه من اللهب هنلاقي الورقة احترقت، طبيعي جدا. هنحط بقى الناتج بتاع الاحتراق ده على زجاجة ونقارن ما بين، نمسك الورقة كده قبل الاشتعال وبعد الاشتعال، هنلاقي إن هي تحولت إلى رماد أسود ولا يمكن إعادته إلى صورته الأولية مرة تانية. ليه؟ لأن خواصه اختلفت تماما وتركيبه اختلف تماما. إذا الورقة حصل لها إيه؟ تغير كيميائي لما احترقت أو عندما احترقت. الصدأ، لو جبنا قطعة من سلك التنظيف بتاع الأواني اللي هو بيبقى عندنا في البيت ده في المطبخ اللي بنستعمله في تنظيف الأواني، وحطيناه في وعاء وسيبناه شوية في الهواء الرطب لفترة من الزمن، هنيجي كده نبص عليه بعدسة مكبرة هتلاقي تكونت عليه طبقة هشة كده بنية. الطبقة دي اسمها الصدأ. إذا السلك قد حدث له تغير كيميائي نتيجة إن تركيبه تغير وخواصه تغيرت. بصفة عامة نقدر نلخص الدرس ده كله في المفهومين الآتيين، وركز معايا كويس عشان تبقى ألميت بالدرس كله إن شاء الله. في نوعين من التغيرات بتحدث للمواد بصفة عامة: تغير فيزيائي وهو تغير في الشكل الظاهري أو في المظهر وليس في التركيب، زي تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة السائلة، زي الانصهار بتاع المية اللي احنا شفناه، أو الانصهار بتاع مكعبات الثلج اللي احنا شفناه إلى مية، وهكذا، وزي ذوبان السكر وذوبان الملح وانصهار المواد. أما التغير الكيميائي فهو تغير في تركيب المادة لينتج عنه مادة جديدة ذات خصائص مختلفة، زي احتراق السكر والصدأ وإشعال أو احتراق الورق. تعالوا بقى نحل العبارات الآتية ونشوف احنا فهمنا ولا لأ. يعتبر احتراق الخشب تغير، فكر انت الاول كده الفرق ما بين التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي. التغير الفيزيائي هو فقط تغير في الشكل الظاهري وليس في التركيب والخصائص، اما التغير الكيميائي فهو تغير في التركيب والخصائص عشان يطلع لي مواد جديده ذات خصائص جديده. طيب شوف بقى حته احتراق الخشب دي بتبقى ايه. بالفعل هو تغير كيميائي، الله ينور عليك، لان الدنيا تغيرت خالص بالنسبه للخشب وخصائصه. يعتبر انصهار الجليد تغير،
ها فكر انت كده بسرعة. برافو عليك، تغير فيزيائي، لأن المية زي ما هي وخصائصها زي ما هي، ملهاش لا لون ولا طعم ولا رائحة، هو فقط تغير من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة، تغير في الشكل الظاهري فقط وليس في التركيب. هنا هو عايزك تحط التغير، التعريف بتاع التغير الكيميائي نفسه، هنقول هو تغير في تركيب المادة وليس فقط في شكلها الظاهري لينتج مادة جديدة ذات خصائص مختلفة. أما التغير الفيزيائي فهو تغير في الشكل الظاهري فقط وليس في تركيب المادة، وهو مثل تحول المادة من حالة إلى أخرى. وانصهار الشمع يعتبر تغير، ها يعتبر تغير فيزيائي. خلص الدرس النهاردة، لو عندك أي سؤال لا تتردد لحظة إن أنت تراسلنا، مع نفهم نتعلم ببساطة، وإلى اللقاء.